بس الخير مالك خايف ها دخلنا شي عشيوة هي اليوم غتعشاو مزيان نوي بعد مني هربت عفيانة جيبي ما فيه التريال جاني البرد والخلعة ما عرفت فين نمشي لحنين لرحيم ديك الساعة ما كانش البورتابل كان غير فيكس اختي الكبيرة كانت خدامة عند شي ناس وعندك اختك كبيرة؟ حنا ثلاثة ديال الخواتات جابنا با كاملين للمدينة وخدمنا في الديور كل وحدة في دار كان كيجي مرة في الشهر كيدي الفلوس كيشوف ليش عمرو سولني كي دايره ولا اشطرا فيا ولا كيخلي لي تريال الا خصتني شي حاجه بقى نزاوق ونطلب في مولات الدار لا يا حنات فيا واش ندرت البيتول اش كدي هنايا شنو درتي جرب عليك ياك ما درتش والو ما يمكنش يجرب عليك بحال هكاك غير دوي شنو درتي ياك ما سرقتي شي حاجه لا هو اللي بغيت كرفص عليا شكون مول الدار ما يمكنش السيد راه بمراته وبعقله دابا انت اختي وما تيقتينيش اش غنتيق التخربيق سيري رجعي للدار وطلبي منهم السماحه وطلبي الله يبغيو يسمحوا لك ويرجعوك لا ما غاديش نرجع تما ما عندي ما ندير تماك صبري صبري بالله تسمعي